ربما تذكرون هذه الصورة بصيغة GIF التي كانت متداولة على الإنترنت في 2011، لكن هل تتخيلون أن هذا الGIF بيع بأكثر من 500,000 دولار؟ انتشر مؤخراً الحديث عن الـ NFT الـ Non-Fungible Token، أو بالعربية الرموز غير القابلة للاستبدال. باختصار هي أصول رقمية فريدة من نوعها، ولها وثائق رقمية تؤكد ملكية الشخص لها. على سبيل المثال، لنفرض أن لديك ورقتين نقديتين من فئة 5 جنيهات استرلينية. يمكنك استبدالهما بورقة واحدة من فئة 10 جنيهات. لكن مثلاً لوحة الموناليزا، اللوحة الأشهر في العالم والموجودة في متحف اللوفر، لا يوجد منها سوى لوحة أصلية واحدة. ذلك لا يمنع وجود نسخ عديدة، ولكن تظل اللوحة الأصلية ومكانها معروف. كذلك الحال في الـ NFT، الشخص يملك النسخة الأصلية على ما يسمى بالبلوك تشين، حيث تستخدم نفس التقنية الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة كالبيتكوين، وهي تتضمن تفاصيل العمل الفني مثل هوية الفنان وتاريخ بيع العمل وهوية المشتري، ويتم الشراء باستخدام العملات الرقمية. وبالتالي على الرغم من أنه يمكن لأي شخص مشاهدة العمل على الإنترنت، لا يحظى بملكيته سوى من اشتراه. بالنسبة لبعض الفنانين، غير انتشار الـ NFT حياتهم. هذه اللوحة للفنان الرقمي الشهير بيبل، والمكونة من 5,000 صورة تم تجميعها على مدار 13 عاماً، بيعت مؤخراً في دار مزادات كريستيز ب69 مليون دولار. زخم الـ NFT وصل إلى العالم العربي أيضاً. كريستال بشارة أول فنانة عربية تبيع لوحاتها عن طريق الـ NFT، وترى أن ذلك جعل الفن الرقمي متاحاً لجميع الفئات. بوجود هذه التكنولوجيا الـ NFTs سمحوا فرصة لكل الفئات، أنه حتى بأرقام رمزية يقدروا يفوتوا ويشوفوا مختلف أنواع الفن. يعني بطل في هيدا البارير تبع الجاليريز، بطل في انه فئات معينه بتروح تشتري ارت، هلا بالعكس هي مفتوحه للجميع. استخدام الـ NFT لا يقتصر على لوحات الفنيه فقط، فهناك عدد كبير من الاصول التي تباع في صوره الـ NFT. على سبيل المثال، اول تغريده على الاطلاق، والتي تعود لمؤسس تويتر جاك دورسي، بيعت بما يقارب 3 ملايين دولار. التغيير الذي أحدثه الـ NFT في مجال الفن الرقمي بلا شك تغيير كبير، ولكن لم يتبين حتى الآن إن كان هذا الزخم الذي يحظى به حالياً موجود لفترة محدودة فقط ثم سيمضي، أم أنه باق وقد يمتد لمجالات أخرى.